شاهد العالم بوجهة نظر جديدة، هذا ما تقدمه شركة هواوي الصينية بعدما أعلنت عن هاتفها الجديد P30 Pro، والذي من الممكن أن يجعلك أقرب إلى الحركة وأن تشاهد صوراً أوسع وأقرب وأكثر إشراقاً، وذلك بفضل الكاميرات الأربع ذات الألوان الخلابة. تركيزنا ليس فقط على جودة الكاميرا، نحن ننظر إلى جميع الزوايا المختلفة لإرضاء الجمهور من خلال ما قدمناه من مميزات في هاتف P30 Pro والتي لم يسبق طرحها في عالم الهواتف. لذلك فإن الأمر ليس سباقا على عدد الكاميرات والشكل، بل الأهم من ذلك المميزات الرئيسية كالشاشة والمساحة والمعالج والمكملات الأخرى الموجودة في الهاتف. مواصفات هاتف هواوي P30 Pro الجديد مميزة عن الإصدارات السابقة للشركة، حيث يمتلك كاميرا فائقة الاستشعار بدقة 40 ميجا بكسل وعدسة زوم بدقة 8 ميجا بكسل، ويضم شاشة بتقنية OLED بمساحة 6.4 بوصة، بالإضافة إلى مستشعر بصمات الأصابع، وسيكون بأربعة خيارات مختلفة على مستوى الذاكرة تبدأ من 8 جيجا لتصل إلى 512 جيجا. However, photography is still based on physics. It's based on light. باعتقادي أن المستشعر سوبر سبيكتروم الموجود بالهاتف مختلف تماماً عن كل ما تم تنفيذه في الماضي. إنه يعتمد على الضوء ليمنحنا معلومات عن الصورة التي نراها. لذا كلما زاد الضوء الذي يمكننا امتصاصه، كلما كانت جودة الصورة أفضل. هواوي بهاتفها الجديد تحمل شعار قم بالتقريب لاستكشاف السر وراء الأجواء السماوية في الليل، أو شاهد نسراً يحلق فوق الأشجار، أو افحص التفاصيل الدقيقة للكريستال، التقط صوراً لأفضل الأشياء لحظة حدوثها وحدد تصورك للمستقبل، حيث يقدم هواوي P3 Pro تجربة جديدة للتصوير الفوتوغرافي بالهاتف الذكي.